الأمان بين مواقع العمل ووضع علامات على الأرض وإقامة الحواجز الضرورية. وينبغي للعاملين في المقاصف الداخلية وخاصة المكلفين باستقبال والطبخ وتحضير الوجبات ارتداء القفازات إجباريا، ويمنع منعا كليا اللمس المباشر للأطعمة. في حالة توفير المقاولة النقل لمستخدميها يجب تطهير وسائل النقل بعد كل رحلة والحرص على تنظيفها كليا من الداخل والخارج مرتين في الأسبوع على الأقل. في حالة ظهور أعراض الإصابة بالفيروس على أحد المستخدمين يجب الاتصال بأحد الأرقام التي وضعتها السلطات الصحية وتنظيف وتطهير موقع العمل. وفي حالة تأكيد الإصابة يجب وضع لائحة المخالطين والعمل على تطهير وتعقيم المقاولة حسب البروتوكول الموصى به من طرف السلطات الصحية. أقول لمن زال الجاس أي شمالنا لا
مدير كيتي معاكم.
معاه.